السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. صدور الموافقة الكريمة على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات. سمو ولي العهد يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. وزارة التعليم تعلن إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وعودة الطابور الصباحي. منتدى الاستثمار السعودي النمساوي يبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملك العقارات التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكن و5000 متر مربع للزراعي، مع إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المحياة قبل 1387 بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني استراتيجية الصندوق، جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة. وأوضح سمو ولي العهد أن استراتيجية صندوق التنمية الوطني تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030. نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد إلى رئيس جمهورية سريلانكا الرئيس غوتابيا راجاباكسا، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السريلانكي لسمو وزير الخارجية
في القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض سمو وزير الخارجية ورئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير العمل والتنسيق الثنائي على الأصعدة كافة، فضلا عن مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال الزيارة التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية السريلانكي جاميني لاكشمان بييرس في مقر الخارجية السريلانكية بالعاصمة كولومبو، وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزارة التعليم البدء في تطبيق الترتيبات الجديدة المتعلقة بعودة التعليم، حيث قررت استئناف الدراسة حضوريا وبشكل كامل لجميع الطلبة ابتداء من الفصل الدراسي الثالث الأحد المقبل، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني. كما وجهت الوزارة إدارات التعليم بإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية وعودة الطابور الصباحي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاما. تستضيف المملكة غدا اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض الهادفة إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء، الذي يأتي انطلاقا من دور المملكة الريادي عالميا في جميع المجالات. وتأتي مبادرة الرياض ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة بترحيب ودعم من المجتمع الدولي، تأتي تأكيدا لمكانة المملكة القيادية وإيمانا منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكاله عالميا. الجدير بالذكر أن أكثر من 55 دولة و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم انضم إلى مبادرة الرياض، التي تعد الأبرز من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد منذ تدشينها في شهر يونيو من العام المنصرم بمقر الأمم المتحدة في فيينا. استعرض منتدى الاستثمار السعودي النمساوي بالرياض الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية وفرص الاستثمار المشتركة. سعياً لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية بين المملكة وجمهورية النمسا، انعقدت أعمال منتدى الاستثمار السعودي النمساوي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح
ووزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية في جمهورية النمسا مارغريت شرامبوك بمشاركة العديد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بين البلدين. كلنا نعلم أن رقعة الصنعة في النمسا تعني الجودة والموثوقية. تسعى المملكة لترقية وتوسيع مصانعها المحلية الصغيرة ورقمنة اقتصادها وتحسين المنتجات الصناعية وأتمتت عملياتها. نحن سعداء في هذا الاهتمام القوي والملموس للاستثمار في المملكة وتقوية العلاقات معها. نرغب في زيادة التركيز على الاستثمار في قطاع الأبحاث والتطوير بالتعاون مع مركز الأبحاث النمساوي لزيادة مساهمة اقتصادنا، خصوصا في قطاع التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. كما نرحب أيضا بتطوير المهارات الرقمية المحلية والمنتجات الصناعية وعمليات الأتمتة. يهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين استثماريا وتجاريا واستعراض فرص الاستثمار المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وبرز البرامج والمبادرات التي من شأنها تسهيل الاستثمار بين البلدين. هذا المنتدى أتاح الفرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتقنية الحيوية والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والصناعة والتصنيع والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات. عبد العزيز الموينة، الرياض. دخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ في المحاكم، وتقضي التكاليف القضائية بدفع مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الخاصة على أن يتحملها الطرف المحكوم عليه بمبلغ لا يزيد عن 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى 1,000,000 ريال تحددها الإدارة المختصة. مواكبة للتحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات ولتحقيق العدالة الناجزة والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، يأتي نظام التكاليف القضائية الذي تم اعتماده في محاكم المملكة مواكبا للإصلاحات في الأنظمة القضائية والأجهزة العدلية لرفع كفاءتها. وتقضي التكاليف القضائية بدفع مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الخاصة على أن يتحملها الطرف المحكوم عليه بمبلغ لا يزيد عن 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى 1,000,000 ريال تحددها الإدارة المختصة، ويحق للمدعي عليه أو صاحب الطلب الاعتراض على المبلغ خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحسب المادة 11 من النظام. وفي حال التصالح يتحمل طرفي النزاع المبلغ المقرر بالتساوي، تودع تلك الأموال في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية والجزائية العامة. أما الحالات غير المشمولة في النظام، نظام التكاليف القضائية والدعاوى غير المشمولة والجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا طلب النقض وطلب التماس وإعادة النظر وإنهاء الدعوى وما يتعلق بها من طلبات. مرحلة تطويرية جديدة يرى قانونيون إنها ستنهي المطالبات غير المنطقية للخصوم أمام المحكمة وتفتح المجال لتسوية النزاعات بالتراضي عبر الاستشارات القانونية المتخصصة مع الحد من رفع الدعاوى القضائية بلا أسانيد موثوقة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين الذين يتفاوضون مع نظرائهم الروس سيصرون على إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام،
وقد تقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الجارتين في ساعة مبكرة صباح اليوم عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. ورغم أن المسؤولين قدموا تقييمات متفائلة في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية. هذا ودعت أوكرانيا مرارا إلى إجراء محادثات مباشرة بين رئيسها والرئيس الروسي، وذكرت روسيا في وقت سابق أن الكريملين لن يرفض مثل هذا الاجتماع لبحث قضايا محددة، فيما ذكرت أوكرانيا أنها مستعدة للتفاوض مع روسيا لكنها غير مستعدة للاستسلام في الصراع. نشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بعناوينها. صدور الموافقة الكريمة على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات. سمو ولي العهد يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. وزارة التعليم تعلن إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وعودة الطابور الصباحي. منتدى الاستثمار السعودي النمساوي يبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.